نقوله في علم المناسبة في كتاب الله ونتحدث عنه اليوم هي ما يتعلق بارتباط وبمعنى ارتباط آي القرآن، آيات القرآن، سور القرآن ترتبط مع بعضها البعض حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني كما قال العلماء منتظمة المباني. علم الترتيب وارتباط الآي والسور سواء ما كان ترتيب خارجي أو ترتيب داخلي يكشف لنا عن جوانب من ذلك الإعجاز. ولذلك يقول الرازي في سورة البقرة وهو من أكثر المفسرين عناية واهتماما بعلم المناسبة والتناسب، يقول: ومن تأمل في لطائف نظم هذه السورة وفي بدائع ترتيبها علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معاني فهو كذلك معجز بسبب ترتيبه ونظم آياته. إذن الإعجاز ليس فقط في الأسلوب، وليس فقط في الكلمات وفي المفردات، وليس في كذلك مواضع الحروف والكلمات وما شابه وكل ما يتكلم عنه العلماء في مجال الإعجاز البياني وغير ذلك من أبواب الإعجاز، ولكن من أشكال الإعجاز في ذلك الترتيب والتناسب والترابط. ورغم ذلك يؤكد الرازي حقيقة فيقول: أني رأيت جمهور المفسرين معرضين على هذه اللطائف غير منتبهين لهذه الأسرار. ولذلك الزركشي كذلك يقول عن علم المناسبة ويصفه بأنه علم شريف تحزر به العقول، وكذلك قال به البقاعي وغيرهم من العلماء. إذن هو علم جليل شريف، ولكن قلة الاهتمام ربما التي حصلت خاصة في السابق بهذا العلم المبارك إنما جاءت من ربما صعوبة الدخول في أغواره، يحتاج إلى دقة، يحتاج إلى عظيم تدبر وتفطن وفهم وطول نفس وتأمل. ونحن علينا أن ندرك حقيقة، هذه الحقيقة أن هذا الكتاب المبارك يحتاج في تعلمه وفهمه وتدريسه وحفظه والعمل به إلى الصبر، فاصبر وما صبرك إلا بالله. فلا بد أن نذكر أنفسنا جميعا بهذه المعاني العظيمة الجليلة، أن هذا الكتاب لا بد فيه ومعه من الصبر المتواصل والنفس الطويل، ويا له من صبر جميل ويا له من صبر عظيم. النقطة الأخرى ونحن نتكلم عن علم المناسبة ولا بد أن نذكرها، أن بعض العلماء قد اعترضوا على هذه القضية البحث عن التناسب. ولكن حتى نفهم، لأن قد تسمعون أن شخص مثل العز سلطان العلماء العز بن عبد السلام صاحب كتاب المقاصد المعروف المشهور، فيتعجب المرء منا كيف للعز بن عبد السلام وهو المقاصدي وأبو المقاصد أن يعترض على هذا العلم الذي التوافق والاتساق بينه وبين المقاصد واضح. الإجابة بسيطة، في مقولة رويت عنه رحمه الله قال: المناسبة علم حسن. إذن من أين تقول المناسبة علم حسن ثم تعترض عليها؟ نقول، وهو يبين، يقول: يشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخره. بمعنى آخر يريد أن يقول لنا بين قوسين أن نبتعد عن التكلف في إيجاد التناسب. كل شيء، وهذه قاعدة نتعلمها كذلك من هذا الدرس، كل شيء يكون جيدا وحسنا إذا ما دخل فيه التكلف شانه. لا بد من البعد عن التكلف في كل شيء، حتى في حياتنا التكلف لما يدخل في شيء يفسده ويأتي على أغراضه ومقاصده فيقتلها. ولذلك لا ينبغي أن يكون هناك تكلف في علم التناسب. إذن فاعتراض بعض العلماء وخاصة العز بن عبد السلام وكذلك الشوكاني على قضية المناسبة، لا بد أن نفهم أنهم لم يعترضوا على علم المناسبة،
بدليل أن العز بن عبد السلام وصفه علم حسن، ولكن الاعتراض وهو اعتراض مشروع تماما على التكلف في استخراج هذا الارتباط الذي قد يصل في بعض الأحيان كما يحدث عند بعض المعاصرين أن يلي أعناق النص ونصوص الآيات القرآنية لأجل أن يقول هذا يناسب ذاك، فأنى للجهد البشري النسبي أن يخضع آيات الكتاب المطلقة وهو كلام الله لجهده النسبي.